مرة أخرى يعود مرض الحصبة بموجة كبيرة اجتاحت محافظات عدة ومنها المثنى. دائرة صحة المحافظة أكدت تسجيل عدة إصابات بهذا المرض المعروف بسرعة انتشاره، والذي واجهته باتخاذ إجراءات صحية ووقائية من خلال تهيئة ردهات خاصة بالكوادر الصحية وعلاجات للحالات الحرجة في مختلف المستشفيات. محافظة المثنى كسائر المحافظات في بلدنا العزيز تعرضت لموجة داء الحصبة. هذا مرض يعني انتقالي، كل كم سنة تجينا موجة مماثلة. الأمور تحت السيطرة، هي أنا ردهات لعزل المرضى من الحالات طبعا الحرجة اللي تستدعي أنه تدخل للمستشفى. الباقي الحالات البسيطة تعالج منزليا، والحمد لله والشكر ما سجلنا حالات حرجة كثيرة والأمور تحت السيطرة إن شاء الله. ويعزو قسم الصحة العامة في المحافظة تزايد أعداد الإصابات التي وصلت إلى 365 إصابة لجهل أهمية التحصين وأخذ اللقاح عند أغلب العائلات، رغم تشكيل فرق صحية جوالة لبيان أهمية اللقاح في مختلف مناطق المحافظة لضمان رفع الجانب الوقائي من هذا المرض وتفادي انتشاره. حقيقة إلى حد اليوم كانت أعدادنا ما يقارب 365 حالة من حالات الحصبة. رغم عزوف الناس عن اللقاحات كانت لنا فرق جوالة، ومحافظتنا الوحيدة التي تعمل على الحاسبات الإلكترونية هناك أرقام خاصة من دائرة الصحة تقوم بإرسال الرسائل إلى ذوي العوائل أو والد كل طفل أن حضوره يوم الفلاني أو استحق اللقاح. وبحسب دراسات علمية بخصوص هذا الفيروس والتي تشير إلى صعوبة استباق موجات الحصبة في ظل برامج التحصين الحالية التي تجهل فوائدها الصحية العائلات، سيما القاطنة في المناطق النائية تستوجب إلزام التطعيم في المدارس للحد من مخاطره مستقبلا. من المثنى نجم الحميد، الفلوجة الفضائية. جميع